مرحبا من بطولة دبي للتنس. أنا دكتور عامر. في شيء مرة صار معك ألم مزعج بالمرفق أو بالكوع بعد ممارسة نوع من الرياضة مثل التنس أو الجولف، واستمر معك الألم لفترة طويلة لعدة أسابيع؟ هذا ممكن يكون سببه حالة منسميها مرفق أو كوع لاعب التنس تنس ألبو، أو كوع لاعب الجولف جولفرز ألبو. سبب هالحالة هو حدوث التهاب ميكانيكي inflammation وليس التهاب جرثومي في وتر العضلة المتصلة بعظم الكوع، وبيحصل هذا الالتهاب نتيجة الاستخدام المتكرر لهذه العضلة، مثلا في حالات لاعبي التنس نتيجة هذه الحركة المتكررة. مثال ثاني عند العمال اللي بيستعملوا مفك البراغي اليدوي بصورة متكررة، أو الأشخاص اللي بيشتغلوا بالتنظيف بأيديهم بصورة متكررة، وخاصة في بعض الحركات المعينة مثل هالحركة. شو هي أعراض هالحالة؟ بيشتكي المريض المصاب بكوع لاعب التنس من ألم بالطرف الخارجي من الكوع، وبيزداد الألم بشدة عند الضغط عليه أثناء فحص الطبيب، وبينتشر الألم على القسم الخارجي من الطرف العلوي من الكوع إلى الساعد والمعصم، وهذا الألم بيزداد أكثر مع أي حركة بسيطة مثل المصافحة أو فتح مقبض الباب. وكمان ممكن يزداد الألم في حمل أشياء ثقيلة باليد أو حتى الأشياء البسيطة مثل كوب القهوة. أما المريض المصاب بكوع لاعب الجولف فبيصير عنده نفس الأعراض، بس الألم بيكون موجود بالطرف الداخلي من الكوع، بينتشر على القسم الداخلي من الطرف العلوي إلى الساعد والمعصم. شو هو علاج هالحالتين؟ طبعاً العلاج هو نفسه لهالحالتين، وأهم شيء أولاً الابتعاد عن الحركات التي تؤدي لظهور هذه الأعراض، كمان استعمال الأدوية المضادة للألم والالتهاب مع استعمال الكمادات الباردة لمدة 15 دقيقة 3 مرات باليوم، ثم وضع رباط ضاغط تحت الكوع بالقسم العلوي من الساعد. وفي حالة عدم التحسن يمكن اللجوء إلى المعالجة الطبيعية أو الفيزيائية، وتحويل المريض إلى أخصائي بأمراض العظام من أجل أخذ حقنة كورتيزون بالكوع. أما في الحالات المزمنة النادرة فيمكن الاضطرار إلى العمليات الجراحية. كيف يمكن تسريع علاج هالحالتين؟ يمكن اللجوء إلى تقوية عضلات الطرف العلوي بالتمارين الرياضية وشد العضلات stretching، وخاصة عضلات الساعد والكوع، وتجنب حمل أو سحب الأشياء الثقيلة بصورة متكررة حتى يتم التحسن. وينصح مراجعة الطبيب في بداية هذه الحالة لعلاجها قبل أن يشتد ويزداد الألم وتصبح حالة مزمنة. بتمنى موضوع اليوم نال إعجابكم. بتقدروا تشتركوا بقناتي على اليوتيوب حتى تصلكم الحلقات الجديدة، وحتى ألتقي فيكم مرة تانية. بتمنى لكم حياة حلوة بتمام الصحة والعافية.